تمام، لكن شوفك على السبعة. هاي أرز، جاي تشجعني الليلة بالحفلة؟ هالمرة بدي أربح الكل بمسابقة الأكل وآكل 20 ساندويش شاورما. يي سوري، كان بدي أقولك إنه الليلة ماني قادر، للصراحة رايح أتعشى وأحضر سينما مع ديما. ديما مغيرة؟ أشطر بنت بصفة، يلي بتلعب كلارينات بفرقة المدرسة وصارت رابحة 3 مرات أفضل زي تنكري؟ ما كنت عارف إنه هالشي بهمك. شو قصدك بالتحديد؟ إنه فهمت علي، إنه تصاحب، قصدي إنه إن شاء الله ما أكون عم بزعجك بسؤالي، بس إنه كل شي بجسمك شغال؟ بالحقيقة كل شي بيشتغل فيه، صحيح إني مقعد، بس هالشي ما بيمنعني أنعجب أو أنجذب. وبغض النظر عن قدراتنا الجسدية، فالأشخاص ذوي الإعاقة عندهم نفس المشاعر الجنسية والرومانسية مثل أي شخص تاني. ومثل أي شخص تاني، الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم هويات وميول جنسية مختلفة. طب العلاقات أصعب للناس ذوي الإعاقة؟ بغض النظر عن قدراتي الجسدية، أنا بدي نفس الأشياء من أي علاقة صحية مثل الكل، احترام والتواصل والتقبل والفرح. ومثل الكل أوقات عندي أسئلة حول العلاقات، كيف بعرف إذا الشخص مهتم فيه؟ أو كيف بعزم على موعد أو ديت؟ أو كيف فيني أرفض حداً أنا ما بديه؟ لما الشخص يقرر يطلع ديت، كتير طبيعي إنه يحس بالتوتر أو الخوف، بس كل ما تعلمت وفهمت حالك وعرفت قيمة حالك زاد شعورك بالثقة أنت وعم تاخد القرارات الصح. في بعض المشاكل يلي من الأرجح إنه يواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة أكتر من غيرهم. أوقات منحس إنه أهلنا عم ببالغوا بحميتنا لما يتعلق الأمر بالديتينج، أو يمكن ما يفكروا رفقاتنا فينا بطريقة رومانسية لأنهم ما بينتبهوا أنه عنا نفس المشاعر. وفي بعض التحديات الخاصة يلي ممكن نواجهها، مثلاً إذا كان عندك مشكلة بالتواصل اللفظي، فلازم تلاقي طرق تانية غير الكلام لتعبر عن نفسك، أو لتعطي موافقة مثل استخدام لغة الجسد أو أجهزة الإلكترونية أو الصور. فكر بهذه الطريقة، جسم كل شخص مختلف وبحاجة لمساعدة من وقت لوقت، وبغض النظر عن القدرة الجسدية للشخص عنده نفس المشاعر والأمال والأحلام مثل أي شخص تاني. تانكس، بعتقد أني فهمت الفكرة. سوري أرز إذا زعجتك بأسئلتي. ولا يهمك. بشكركم لأنو حضرتوا هالفيديو. ما تنسوا تشوفوا باقي الفيديوهات وتتواصلوا مع جمعية سلامة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى amaze.org. Bye!